اتصل لما امزح. السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم خلاص واضح الفيديو ايش بنسوي، خلاص ما يحتاج نقوله. ما قال ايش اليوم انبوكسنج لطلبية شي ان للصيف. معليش انا تافه، شخص تافه يطلب طلبيه للصيف كذا، ابغى اطلب طلبيه. فجاي صرت اشياء مره حلوه، اصلا ما كنت بسوي انبوكسنج بس انه كلكم قلتوا لي نبغى انبوكسنج. صراحه انا مره متحمسه، يعني خلاص يلا نبدا الفيديو نشوف بسرعه ايش فيه. البوكس مره كبير، مره اخاف اكبر ما اتبشر شويه. البوكس مره كبير، يعني خليني اوريكم هو من جوا. يا ساتر، الجلاس طبع فيه كرتون، شوفوا كيف مره كبير. يا ساتر، شوفوا اعطوني توقعاتكم ايش تحسوا هنا، اغلبها ملابس ولا تفاهات ولا اشياء؟ يعني شوفوا دائما الانبوكسنج من جوجو يعني اكيد حيكون فيه تفاهات. اسمع هذا يحمس مره. ابغى اشوف هذا ايش. ترى اهلي يفكوا الطلبيه عشان ياخذوا ملابسهم. يلا نفتح اول شيء عندنا. اتوقع هذا توب، اذا ما خاب توب. ايش شنطه. واو شوفوا دقيقه، فين حقها المسكه؟ ايوه بنات بالله شوفوا ايش رايكم بالله فيها، بالله كشخه ولا مو كشخه؟ انا ما بجلس اني اتحارب عشان تشتري لي هي، يعني كل اكاد تقول لي ايش ايش الحاجه هذه، اكاد تقول عليه يعني بس اوكي. شوفوا شوفوا، تخيل نفسي في البحر. طيب يلا I got my summer timey. حلوة ورب الكعبة حلوة ومرة صافية وكشخة. معليش أنا عجبتني، عجبتني بدون أي نقاش. اللي بعده يلا هنا استنى أبغى أدخل في العميق. يعني نكون صادقين، يعني تخيلوا شفت المنجال كاب، بابا طلع كذا من، أنا قاعدة أسوي نفسي مجنونة ما أبغى أشوف الأشياء. بابا طلع الكاب من البوكس قام قال إيش هذا؟ شوف بالله مو كشخة، شوف شوف الشكل بس. بنت والله حلو، والله العظيم حلو، والله صح. هاي شوف فين طالبين الدونات هذه، والله حجمها كويس، حسبت بتجي ذيك الصغيرة اللعبة. صراحة انصدمت يعني طلعت كبيرة، يعني نفس ال شو اسمه، ايش اسمه اصلا هذه؟ عوامة. ايوه هاي نفس العوامة، نفس اللي برا في البقالي اللي بيعوها اذا عرفتوها. ف والله حلوة بس ما راح ننفخها الا اذا رحنا استراحة واوريكم هي. بس حجمها ترى كويس عشان لا احد يطلبها انه يقول اوه ماي جاد قفنت ورا، طلع حجمها كويس. جماعة انا طلبت ورود، ابغى ادورها، مرة شكلها حلو، ابغى البسها كذا طول الفيديو. كل مرة اطلب انا القطن هذا اكيد تعرفوه، ما ابغى هذا، انا ابغى الورود. بنات معلش يعني بس انا عجبتني، يعني ما اتوقع ممكن اندم على هذا القرار يمكن بعد 7 سنين اني انا اشتريت ورده، بس شكلها حلو والله كذا، احس كذا سمر فايب. شوف شوف مثلا ناخذ هذه الورده، شوفوا كذا تحطون. ما كان كذا شكلها، شكلها كان حلو بس يمكن عشان انا مع الطرحه، هم يحطوها كذا البنات يحطوها كذا، عرفتوا كذا يحطوها فوق يعني كذا كانها ورده، والله حلو، والله حلوه. انا اتوقع ماما بتشوف الفيديو بتنقد علي، حتى انت بتنقد علي بس يلا اسمع. بجلس لبسته ايش رايكم؟ والله حلوه والله، شوفوا شوفوا بس لبسه طبيعيه انه كاني يلا قاعده ادور شيء اشرب ماتشا. يلا استنوا عشان من جد سمر فايب. والله حلوة، خلاص أنا بخلي هذا شوية، بس شوف في منها ألوان كثير، مرة حلو. شوف هذه أكيد تعرفوا يعني نظارة السباحة، يعني تخيلوا بعد طلبيات هذه كلها والأشياء المسبح والحركات ما نروح مسبح. نجربه اسمع، جربه شوف إذا هي مريحة ولا لا. يا
شوف استنى بتخيل نفسي قاعده اغطس، والله ما امزح. جاي شوفوا الاشياء، انا اهلي ما ليش مرمين الاشياء كذا ما ادري. شوفوا الاضاءه هذه اللي طلبتها، احس مره حلوه يعني كذا، احس يعني بيغير جوده التصوير شويه لان التصوير صار تمام، بس الاضاءه يبيلها شوي. هذا ايش؟ هذا ملابس. اوكي صدق والله اتوقع هذا الاسود اللي هذا. ايوه بنات شوفوا هذا، تعرفوا اللي كذا البلوزه هذه اللي كذا تكون ضيقه، هذه هي بس من هذا، من هذا البراند حق دايزي. اوكي نشوف اللبس الثاني. بنات والله رهيب رهيب، اصبر بلبسه. اهم شيء اني البس قدامكم، ما في اي شفافيه في الموضوع. والله حلو كذا مع شعر اوف وميك اب كذا، ميك اب الجلوي نشب في صورتي. شوف دقيقة راسي الطرحة نشبت ورا. شوفوا بنات بالله مو حلو، مو انه حلو، حتى جاكيت يعني تقدر تلبسه شيء من جوا وكذا تخلوه مفتوح. هنا فسخ سنه، شوفوا لو خلينا مثلا كذا، والله انه خيار مناسب. ما دقيقة بس، الاجراءات عندي مهمة. شوفوا تتذكروا ترينج اللي اول قد صورت لكم هون في سناب وكلكم سألتوني، صراحة كانت جودتهم مرة رهيبة، فطلبت واحد ثاني بس شكل ثاني كذا عليه من قدام. شوفوا بنات الجودة مو الخفيفة، مو نوع ذاك الترنجات الخفيف، لا ثقيل، ومن جوة ترى فيه كذا القطن ناعم، فهمتوا؟ يعني احسه يناسب يكون للشتاء اكثر من الصيف. يما احس صيف مرة. نسيت ارد على صاحبتي، ردت عليها في عقلي بس. اوكي نكمل يلا. هذا من اللون نعرف انه سمر فايب، سمر فايب. شوفوا شوفوا ايوه اتذكر اتذكر اتذكر. هذا البلوزة البرتقالية بنات تنفع، او ماي جاد شوفوا كيف اللون قوي، مرة تنفع للسفر بس يحتاج لها كوي. تنفع للسفر بنات، البنات اللي كذا زيي انا احسها مرة، وتلبس من جواتها بلوزة خلاص مرة يكون حلو مرة، فانا بخليها ان شاء الله للسفر. يعني لو ما طلبت طلبية للسفر باخذ هذه للسفر، مرة رهيبة وقماشها خفيف يعني تنفع للصيف تنفع للسفر. ايش ها؟ طرحة، ما شفت الطرحة الخفيفة اللي زي كذا، انا احس يعني تنفع تكون يعني ضد الموية. بنات والله احسها تناسب الموية، يعني المسبح والاشياء هذي تلبسوه وتلبسوا فوقها الكاب خلاص يكون اوتفتنا. اوتفت المسبح كيف تلبسوها هنا بس انه مرة تعب في الكوي. شوفوا كيف مكرمشة. اوكي هذه شراريب، ايش ذا نسيت. هذا حق المسبح، شوفوا كيف اللي تلبسوه جوة المسبح، عرفتوا؟ شوفوا كيف جوة البحر مسبح، ايش تبي استوعب جوة البحر اللي مين يسلح شبشب في الاخيرة. هذا ايش؟ يما شنو فيه؟ هذا الستيك حق الشعر تعرفوه اللي كذا تسووه، هذا اللي كذا تسويه بعدين بعد ما نسوي ايش نسوي؟ شوفوا بالاشياء هذه الشعر هذا الصغير والاشياء تضبطوا البيبي هير. شوفوا صراحة لين الحين ما جربت، انا بجرب واقول لكم. بعضهم يقولوا انه يطلع ابيض في الشعر بس انا ما قد جربت، هذه اول تجربة لي انا وصل الملك الله يرحمه، اخر واحدة اجرب الاشياء هذه. الحين انا طالبة ستان تصوير خلي في الاخير يطلع كذا. معلش بالغلط بالغلط سوري، هذا حق هذا حق هذا، معلش ظلمناهم والله يرفع عليه قضية. شوفوا لأن طلب ستان ثاني فهمتوا، عشان كذا خفت يكون هذا. شوفوا حق التصوير إذا في شيء في شيء في شيء في شيء. شوفوا هذا ايش، عشان اضبطكم بمقاطع تيك توك ايش اشتريت.
معلش ما في الا شكشكه، مالي خلق افتح. يا الله هذا يحتاج تركيب، بس اوريكم صورته نفس هذا. صح؟ ايش هذا؟ كيف يركب؟ عم نخليها على جنب بعدين نركبه ان شاء الله. دشش الله، شوفوا هذا ال ايش اسمه؟ تشامبرز؟ مدري ايش القطعة اللي تحطوها في الكروكس. بس انا اشتريت كفر عند ماما هناك، بحط فيه هذا القطع. صندوق جزمة. ايوه بنات شوفوا. بنات انا صراحة هذه الفترة عشق اني البس ليبرات مع العبايات، فشوفوا ايش لقيت. بنات هذه مرة حلوة، شوفوا لونها كذا من هنا كذا على بينك، مرة كشخة مرة. هذا كمل. ايوه بنات هذا جلست احارب مع ماما عشان اشتريه، هي تقول انه هي عندها زيه وانا اقول لها لا انا ابغى اشتري واحد جديد. تعرفوا هذا الشال اللي كذا يحطوه دحينا، مرة عاجبني، دايما ادخل بينترست اشوف عليه التنسيقات كذا اوتفيت، مرة يكون حلو. شوفوا كيف لو تخلوه كذا على فوق وتسوي كذا حركات تصوير. هذا ايش؟ والله انه مرة حلو، يدفي مرة مدفي. شوف كيف. اوكي هذا ايش؟ اعتقد طقم. جاكيت، يعني في هود جديد نحلبه. شوف انا اشتريته بس عشان التصوير، بس انه قماشه عجبني، بس ما اتوقع اعيش، احس القماش هذا من النوع اللي ينمش. هي شوفوا اعتبروني كذا لبستها، وهذا من عن جهة الرقبة كذا، فهمتوا؟ يعني كذا. تعال اتنفس تصدقني ما اخد. بنات تدروا هذا ايش؟ هذه مو عباية ولا جكات ولا شيء، هذه تحط جواتها تراب وتصير نفس هذيك اللي تجلس عليها، عرفتوا؟ اكيد عرفتوها صح؟ بس احنا لسه ما عبيناها تراب، يعني من فين ندور تراب هذا الحجم؟ هذا ايش؟ كابتن كابل ماتشا، كابتن كابل ماتشا. شوفوا هذا ايش؟ الحين هذا تلبسوه من عن جهة الخصر، اوكي؟ وهذا المايو كذا لبس كامل، فهمتوا؟ وهذا بس من عن جهة الخصر، يعني كذا ما يعني كيف اشرح لكم؟ بس انه مايو، يعني مايو اسلامي اسلامش. ايه عندنا هنا ايش؟ عندنا هذا البنطلون. بنات شوفوا بالله شوفوا، احس هذا لو لبسته بروح سريلانكا على الطول. ايش طلعت كمان؟ هذا اللي تحطوه في المغسله بعدين تمسحه على المكياج. اوكي اسمعوا عشان احمسكم، هذه الاشياء ما راح افتحها الا في التيك توك. منتج ثاني اشوف هذا ايش، وهذا ايش نسيت. هذا اي لاينر، وهذا كونسيلر. شوف فلامينجو، بس عوامه برضه نفس الدونات، بس هذه فلامينجو بنفخها معاكم اذا رحنا. بس شوف ترى حجمها كبير، مره حجمها كبير، يعني واضح من هنا مره كبير. فهنا طلبنا شنطه، بس شنطه ما هي صيفيه يعني للامانه، يعني شوفوا بس شكلها مره حلو. رسمها جا. شوف جوا فيها حبل، اي لايك ات. شوف ايش عندنا هنا، عندنا هنا المفرش حقركنا القهوه اللي كذا الثقيل، عرفتوه؟ مره ثقيل ترى مو خفيف، حتى قماشه من هنا شوف كيف السيليكون. اوه ماي جاد، ريحة سيليكون قوية، بس يلا. بس هذه من جد مرة شكلها كشو، عشان راح اوكي. ايش؟ طبعا روش، طبعا روش صح؟ خلاص بس نفسي مجنونة. اوه ماي جاد صغيرة. لا حد ما كويس. شوفوا هذا، شوفوا كيف من قدام كذا مخططة كذا مقلمة بأبيض، ولونها بينك، مرة كيوت. طبعا طلبت مطاطات، لان صراحة احتاج مطاطات مرة للشعر. شوفوا بنات هذا الشيء احلى شيء ممكن تطلبوه، انا شفت في الصور مرة تحمست اشتريه. تخيلوا هذا كيف تلبس مثلا بلوزة نفس اللي لبستها انا، طيب وهذا ايش تسوي فيه كذا من ورا كذا تربطوه، فهمتوا؟ كذا تخلوه.
شو شكلها كيف يطلع؟ بنت مرة حلوة كذا أو تخلوها كذا، فهمتوا؟ والله والله أنا جيبوا لي سفرة بس وأسوي لكم أوتفيتات للسفر رهيبة. أكره أكره العلب اللي زي كذا خلاص. جابك الطاري بنات والله حلوة صح؟ مو مرة احتراف. انتي ماية من اول، بس اذا كانت ماية لا اتجاهل. اوكي هذا ايش؟ نظارة ثانية. ايش رايكم بنات؟ بس انا نفسي اني يلا عرفت؟ هنا هوس خواتم، هوس خواتم معلش. فيعني لو تلقون طلبة طلبية كاملة عشان خاتم عادي. أحس شيء إني أسوي ذاك الترند حق اللي أكتشف الهدية، اللي كذا أحط هدية جوة بعض. خلاص يا أخي بسرعة بس. لا كبير علي. خلاص بليز بليز خلاص. يا ربي هو حلو مرة. لا 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 سمر تايم. فبس جايز كذا خلصنا كذا خلصنا فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. ليش كذا احس اني قاعدة اهددكم؟ وبس اشوفكم بالفلوق الجاي، بحط لكم رابط حقيبتي في الانبوكسنج الاشياء طلبتها، بسأل ماما عشان تحطها في الرابط. لكن امين.